عموما تمنياتنا للمغرب الشقيقة الحبيبة بدوام الأمن والاستقرار والنماء والتقدم. معذرة سيد كريم، إذا كان ممكن باختصار أضيف نقطة نسيتها، يعني متعلقة بالخلاف مع الجزائر الذي للأسف أتمنى أن لا يستمر. طيب جميل جميل، أنا يعني ما حبيتش أدخل حضرتك في الخلافات مع الجزائر، لكن بلا شك نقطة هامة للغاية تلك الخلافات لأنها تشغل بال جميع أبناء العالم الإسلامي. لو تدلي لنا بدلوك حيال هذه القضية وآخر التطورات المتعلقة بسحب الجزائر لسفيرها وإنهاء مهام أعماله في الدولة المغربية. نعم، نعرف أن الخلاف المغربي الجزائري للأسف يعني عمر طويلا، وهو مرتبط بملف الصحراء المغربية بشكل أساسي. ملف الصحراء المغربية، هذا النزاع انطلق منذ عام 1975، وهو ربما أقدم نزاع في العالم، وبالتالي عمر طويلا. والجميع يعرف أن تعدد الأطراف المتدخلة وعدم رغبة القوى الدولية في حل هذا الملف، وتعنت للأسف النظام الحاكم في الجزائر والذي يدعم هذه الجبهة الانفصالية جبهة البوليزاريو، والتي هي عبارة عن مغاربة طغوا وتمردوا على بلادهم وأرادوا أن ينفصلوا، وهم يعني شردمة قليلة جدا. بعدما أمن المغرب الصحراء المغربية اضطروا أن يلجأوا إلى التراب الجزائري، وهم يتواجدون في مخيمات تندوف منذ العام 1975 في حالة يوتى لها، يعني أوضاع اجتماعية صعبة جدا هناك الذين يعيشون في تلك المخيمات، وتدعمهم الجزائر بالسلاح بشكل مستمر من أجل أن يستمر هذا الخلاف. طبعا نحن نتمنى أن لا يستمر هذا الخلاف الذي يعيق التكامل المغاربي. اتحاد المغرب العربي الآن مجمد منذ سنوات طويلة جدا، وهو عمليا مجمد وميت بسبب هذا الخلاف القائم بين البلدين والحدود المغلقة بين المغرب والجزائر منذ العام 1994 بسبب تفجير فندق بمراكش. اتهمت السلطات المغربية المخابرات الجزائرية بتنفيذه حينها، قبل أن تقابله السلطات الجزائرية بإغلاق الحدود، وما تلاها يعني من خلافات مستمرة كان أبرزها قطع العلاقات بشكل أحادي من طرف الجزائر، وإغلاق إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وهذا غير مفهوم. كيف تمنع أنت الطائرات المدنية من أن تحلق فوق التراب فوق الأجواء الجزائرية، رغم أن على الجانب العملي هذا القرار ليس له تأثير على المغرب إطلاقا، يعني حتى قطع العلاقات ليس له تأثير، لأن الأصل بشكل عملي العلاقات مجمدة منذ مدة طويلة، يعني هذا كان إجراء شكلي فقط. لكن الناس كانوا الشعوب البلدين كانوا يتوقعون أن يتم حل الخلافات وليس التصعيدها.